محافظة الكامل محافظة قديمة، القرية اللي أنا فيها تعني لي تراث الآباء والأجداد. والله أشتغل يوم عبد العزيز وأروح وأجي وأشتغل يقول لي عتيد وصيك لا يضمن خنة، هذا مدرورة يا عتيد وصيك لا يضمن خنة من يكب المال تنقذها الرجالي. المجارير فن من الفنون القديمة ويطبقها الصفوف كبار السن اللي موجودين، بعضهم لا زالوا موجودين، وهذا الفن موجود لا زال ودخلت عليه بعض التحسينات. جرير الحان عدة الحان، مو لحن واحد، الشعراء في كلام يختلف عن كلام، فأنا أطبق على اللحن ده وهذا يطبق على اللحن ده وهذاك يطبق على اللحن ده وأسمع كلها مجرور، لكن هي تختلف إنما جرير حسب الحان. هذه تراث أبانا وأجدادنا.